جيلة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام نحييكم ونجدد بكم اللقاء في هذا الصباح بانطلاقاتنا المستمرة شوطا يليه الشوط الآخر. وصلنا بحضراتكم لانطلاقة شوطنا الرابع للقعدان الحقائق المفتوح 3 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة للأسماء والشعارات والأبطال المنطلقين معنا في هذا الانطلاق. مقدمة الشوط هنالك ساجي بشعار هجن أم الزبار يتقدم هنا على المركز الأول، ومحمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول من نواف هنالك بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يتقدم حمد بن محمد بن حمد الغفراني المري على المركز الثاني. المركز الثالث وصول من هذا الاسم هنا سراب بشعار محمد بن بطي بن محمد آل حسن المري، أيضا الدخول في هذه اللحظات من ثاعي بشعار راشد بن عامر بن سعد الفهيدة المري على المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شعار فيحان بن ظافر بن عبد الهادي آل رشيد مع سهم المنايا على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول هنا من شعار هجن زعبيل مع الذهب وراشد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مروشد يتدخل في هذه اللحظات. والشعار الشطرنجي من الجانب الآخر شعار بن برقان هنالك مع أسعد محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح يتسلل من مركز إلى مركز مباشرة إلى مقدمة الشوط بهذا الشعار المميز الأورنجي هنا المرصع باللون الأسود قادما من ميدان التحدي من ميدان الشحانية قادما هنا في المملكة العربية السعودية تحديدا في معارك ميدان الطائف ضمن سباقات موسم الطائف لعام 2024 قادما بكل قوة. هذا الشعار متمنيين لهذا الشعار ولجميع الضيوف القادمين والعانين من جميع ميادين السباقات التوفيق والنجاح والسداد. هنا أسعد يقود لنا هذه الأسماء والشعارات 1200 متر يا مالكي أسعد محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح. والمركز الثاني هنا شعار نواف بشعاره الأخضر بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يقدم لنا نواف أيضا الوصول من سهم المنايا يتسلل على المركز الثالث. هنا فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد يتقدم ثالثا المركز الرابع. وصل شعار العتيبي نياف بن صالح العتيبي يندفع على المركز الرابع ويقدم لنا شعاره على المركز الرابع ويدفع لنا بالحاكم على المركز الرابع. المركز الخامس وصول جديد في هذه اللحظات من شعار مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري مع متعب، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى معركة الأمتار الأخيرة هنالك بشعار هنالك مقدمة الشوط نواف يتسلل نواف بالشعار الأخضر بالشعار الملكي بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أبناء مملكة البحرين حاضرين مع خطير بالشعار الأحمر الله الله خطير بشعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. هنا محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري يتابع يراقب لنا عبد أبو عبد الله هذا الشعار مع خطير مع الشعار الأحمر مع شعار الخطر باللون الأحمر خاطفا لهذا النوماسي الغالي. سلام لأبناء مملكة البحرين سلام 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 لخطير ومالك خطير الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة والتهنية للمتابع محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم. المركز الثاني وصل سهم المنايا بشعار الشيخ ناصر بن او شعار فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. المركز الثالث
المركز الثالث. هنا مبارك بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري مع متعب المركز الرابع. المركز الرابع والخامس هنالك في الاعاده افاده لاكمال نداءنا للخمس المراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده الى مقدمه الشوط. هنالك مقدمه الشوط خطير بشعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفه، نعود باكمال النداء للخمس المراكز المتقدمة. المركز الرابع وصول من حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفران المري مع الصداوي. المركز الخامس وصل نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يصل على المركز الخامس. نعود بالتهنية لمالكي خطير، هنا الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة من قدم لنا خطير وساعة وصوله إلى خط النهاية. 4 دقائق 45 ثانية و24 جزءا من الثانية، توقيت خطير خاطفا لهذا الفوز وهذا الانتصار والنوماس الغالي. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين معنا في الأشواط الماضية، وأيضا حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ.